السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا بعد ما أخذناكم بجولة في عالم البرمجيات الحرة والبرامج الحرة بشكل كامل، يعني ريتشارد ستولمان فعلا يعني قدم لعالم الاي تي، وقدم ل يعني يعني قسم الاي تي بشكل كامل في هذا العالم، قدم له كثير. وهو يعني اللي كل البرامج حاليا يعني، او مش كلها لكن اكثر من 90% من البرامج حاليا، او 95% حتى اذا مش اكثر كمان، بيتم يعني عملها كومبايليشن، اللي هي تحويلها من لغات البرمجة اللي احنا بنكتبها مثل برنت، جو، دو، وايل، كذا اي شيء، للغة الآلة اللي هي 01، فعن طريق جنو كومبايلر. بس ما حدا يعني بيحكي عن جنو كومبايلر، الكل بيحكي عن البرامج انه هذا البرنامج سريع، هذا البرنامج مش سريع، هذا البرنامج فيه خصائص معينة، هذا البرنامج آمن، هذا البرنامج كذا، لكن ما حدا بيحكي عن الكومبايلرز او الكذا، يعني هم لانهم أداة. لكن يعني حتى نواة الجنو سلاش لينكس بيتم عملها تحويل للغة الآلة عن طريق جنو سي كومبايلر. فالجنو سي كومبايلر قضى يعني ريتشارد ستولمان أول شيء بدأ بالبرنامج بالجنو سي كومبايلر، وأخذ منه سنين. بعدين ضموا له طبعا أصدقائه وقدروا يعملوا هذا الـ يعني فعلا تحفة من البرمجة. طبعا هو مباشرة جنوسي كومبايلر بتعرف عندك على خصائص البروسيسور، بتعرف عليه على مزايا النظام تبعك او الهاردوير تبعك، وبيتم عمل كومبايليشن باحسن واعلى كفاءة ممكنة. طبعا جنوسي كومبايلر اللي هو من جنو اوبريتنج سيستم او الجنو بروجكت، طبعا هاي هو الموقع تبعه وكذا. ف يعني بتقدر تتعرف عليه وتدخل جواته. الآن لمين يعني مخصصة هاي السيريز؟ مخصصة هاي السيريز للناس اللي بدوروا على السيكوريتي، بدوروا على مزيد من الخصوصية، مزيد من الأمن، مزيد من الكذا. يعني أنا ما بدي يصير فيكو زي ما صار فيي، يعني أنا خسرت 500 جيجا من البيانات. طبعا بيانات انت بتكون جمعتها على سنين، فهي وحدة. انه اول شيء الامان، واذا كنت من الناس اللي اهلهم بتجسسوا عليهم، او جيرانهم بتجسسوا عليهم، او قرايبهم بتجسسوا عليهم، او اصحابهم بتجسسوا عليهم، او يعني حكومتهم تتجسس عليهم، او يعني الاجهزة الامنية بتتجسس عليهم او بتحاول تضايقهم او كذا، او يعني شركات معينة او شركة اتصال تحاول يعني تدخل على شبكتهم كذا. فهاي السيريز إلك، راح نبني من ابسط يعني ابسط نظام بي اف سنس اللي هو مجانا اصلا. وبي اف سنس للعلم يعني هاي الدوكيومنتيشن تبعتها، لكن احنا راح ندخل. طيب بلاش بي اف سنس، خلينا نروح على طبعا هذا موقع البي اف سنس، يعني موقع الشركة نفسها. طبعا هي مش بس مجرد برنامج، بي اف سنس عبارة عن شركة كاملة، وفي إلها جامعة. إذا بتشوف تحت بالرابط مبين عندك تحت على زاوية الصفحة بي اف سنس يونيفرسيتي، في جامعة كاملة علشان بي اف سنس. ليش؟ لانه راوتر، فاير وول، سويتش، بريدج، وايرلس اكسس بوينت، تقدر تعمل فيه اللي بدك اياه، بتقدر تعمله ويب كاشينج، بتقدر تعمله فويس جيت واي. يعني بي اف سنس بتقدر يعني تعمل، او مش تقدر، بتقدر كمان تشتري منهم بي اف سنس. يعني مثلا لو اجيت على برودكتس، اجيت هاي في عندك مجموعة من برودكتس، بس خلينا نشوف برودكت فاميلي. بتلاحظ انه في عندك مجموعة كبيرة من الخصائص، فهو بحكي لك بالتفصيل كل واحد. يعني مثلا هذا المخصص لمزودين بخدمات الانترنت،
وراوك راك ماونتبل، بتلاحظ انه في عندك هون 8 بروسيسورز، وفي عندك طبعا هاي نوعية بروسيسور تبعه هو اتوم، بس في عندك 8. كمان شوف الاكتف كونكشن 8 مليون اكتف كونكشن، في عندك 8 جيجا رام، وطبعا في عندك بتقدر كمان يعني بيجي مع نتورك انترفيس 4 جيجا بت انترنت، بتقدر تحط موديولز يعني عبارة عن قطعة فيها كمان من 2 او 4 انتل 1 جيجا بت، او بتقدر كمان 10 جيجا بت انترفيس 2، طبعا بتقدر تحط فيها يعني في عندك بيجي بيلد ان 4، بتقدر تحط 2 او 2 10 جيجا بت. طبعا يعني انت بالنسبة للبيت، يعني بالنسبة الي بالبيت تبعي انا قاعد بحكي ل اللي بده مثلا شركة، طبعا في عندك هذا اللي يعني اصغر او اقل، وفي عندك اشياء بسيطة جدا في يعني بالنهاية بتجدها عندك هون مثل هذا يعني بسيط جدا. لكن يعني ايش الفائدة انك تشتري منهم من شركة بي اف سينس؟ اول شيء ان هم بيوفروا كل شيء مجانا. ثاني شيء انه البي اف سينس كمان مش زي بقية المشاريع اللي حاليا بالاوبن سورس او بالفري سوفت وير، بعالم الفري سوفت وير البي اف سينس عندهم سيرفيسز وفي عندهم سبورت كونتراكت، يعني زيهم زي شركة سيسكو او جونيبر او ديل او اتش بي او اي حدا، فهم يعني وفي عندهم تريننج زي يعني اي شركة، يعني هم عبارة عن شركة متكاملة زيها زي اي شركة ثانية. كمان في عندهم كوميونيتي كامل عشان يتبادل المعلومات ويشرحوا القضايا والكذا. والاهم من هذا كله انه لو تيجي على البي اف سينس على اي صفحة وتضغط open new tab بفتح لك مباشرة من البي اف سينس. سوري في عندي مشكلة انا طيب اوكي لا بدنا نيجي هون مثلا، خلينا نيجي على السيستم. انا لاني طفيت الفاير وول. طيب بس في فاير وول ثاني اللي هو 52. شايفونه بس يعني دكتور ندخل ادمن طيب لو جيت هون ضغط اوبن تاب بفتح لك مباشره داشبورد، بعطيك مباشره كل المعلومات اللي انت بتحتاجها عن الصفحة اللي انت يعني موجود فيها. مش بس هيك، لو اجيت هون مثلا على انترفيسز او خلينا نحكي مثلا سكاجول، شو السكاجول؟ انا ما بعرف شو السكاجول، شو فائدته؟ مباشرة باجي هون وبضغط وبدخل هون وبحكي لي ايش السكاجول. لكن يعني هاي بالنسبة للمعلومات، لكن سميها المهارة او الاشياء هاي بتحتاج مش بس معلومات، بتحتاج طبعا خبرة بالشبكات، بتحتاج خبرة مثلا بالسيكوريتي بالكذا. فهم موفرين لك كمان اللي هي الكوليج او الترينينج، وفي كمان عندهم السبورت وسبورت كونتراكت. في عندهم موضوع الانسيدنت، فانت لما تشتري منهم يعني تشتري منهم احد المنتجات تبعتهم
بعطوك 2 incidents او 4 حسب طبعا الموضوع تبعهم. يعني لو جيت هون support ف what is incident؟ incident يعني صار معك مشكلة وبتقدر انت مثلا يحلوا لك اياه مباشرة طبعا هم مع اللي انت اشتريته، يعني زي خدمة ما بعد البيع. هاي بتهم يعني الشركات والاشياء هاي. طبعا كيف بدنا نعمل داونلود له؟ بس بتيجي على انستول، بتضغط انستول. طبعا بتقدر توفر هون يعني زودهم بايميلك علشان يعني يوفروا لك اخر معلومات خاصه بالبي اف سنس، وبتختار اللي بدك اياه انت، وبتختار الميرور او الهاي. لكن انا ما بدي اياه، ليش؟ لانه موجود عندي يعني اوريدي موجود، فما بحتاجه. شايف انه هو حط لي بين قوسين واحد. هاي كل شيء بالنسبة للمقدمة وبالنسبة لموضوع بي اف سنس. فاحنا رح نبدأ فيه من شيء بسيط جدا لحتى ما يصير يعني وحش، عبارة عن intrusion security, firewall, routing and switching، كل شيء نقدر نعمله. وبهيك شكل استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.